السلام عليكم. بصفتنا نحن جمعية ديال الآباء ديال المدرسة عمومية بمدينة أيت ملول، كنطلبوا من الوزارة دير شي حل مع الأستاذ، لأن حنا عندنا أربعة ديال الوليدات ما يمكنش تمشي للمدرسة خصوصية، ما كاينش البديل من غير أن المدرسة العمومية تحل الأبواب ديالها، وكنطلبوا من الوزارة تشوف لنا شي حل، تفاهم مع الأستاذ وتحل لنا الأبواب ديالها، لأن ولادنا ضايعين وضايعين وضايعين، وهذاك الدعم اللي كاين راه ما صيفطناش في ولادنا وما غادي نصيفطوهمش، لأن حنا كنعرفوا التلميذ عند الأستاذ ديالو ماشي عند ستاجير غادي يجي يدرب فيه، ما يمكنش. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكامل مريم بوجابير. المستوى الدراسي الأولى إعدادي. بغيت نقول لكم بأن صافي عينا من الدار غدا ولا بعد غدا غادي تحتاجونا، واخا كنديروا الدروس في المدرسة ولكن المساند هو الأستاذ، ضروري من الأستاذ لأنه هو اللي غيساعدنا غيورينا الأخطاء ديالنا. بغينا نقول لكم الدعم كيكون مورا الدروس، ماشي حنا ما دايرينش الدروس وغادي تجيو تعطيونا الدعم، شنو غنستافدوا من هذا الدعم هذا؟ بغينا الأساتذة ديالنا حنايا اللي كيقريونا من شحال هادي، اللي جربوا بالحق تاع التعليم شنو هو، ماشي شي واحد جا وباغي يقرينا. صافي، شكرا.